مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة، هي ليست مباشرة عفوا، لكن صور تشير ربما إلى الحريق الذي طال محطة زاباروجيا التي تشهد اشتباكات عنيفة الآن بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. إذا هذه الصور لما يعتقد أنه حريق طال محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية تقع في جنوب أوكرانيا، وذلك أيضا وسط تحذيرات أطلقها عمدة مدينة ميكولايف الذي قال إن القوات الروسية تحاول السيطرة عليها. نعم مشاهدينا نتابع إذن هذه الصور للحريق الذي يعتقد أنه طال محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تشهد الآن اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أيضا،